أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا عسكريا قرب مدينة معرة مصرين شمال إدلب، وأنباء عن وقوع جرحى في صفوف القوات التركية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إن كفاح بلاده في سوريا سيستمر بشكل مختلف للغاية في الفترة المقبلة، مضيفا أنهم سيخوضون كافة أشكال الكفاح اللازم ضد التنظيمات الإرهابية والقوات المدعومة أمريكيا هناك، وكذلك ضد قوات النظام على حد قوله. الدفاع المدني السوري يقول إن فرقه نقلت 18 حالة وفاة من المشافي الخاصة بفيروس كورونا في شمال غرب سوريا ودفنتها وفق الإجراءات الاحترازية، فيما نقلت 28 مصابا بالفيروس إلى مراكز ومشافي العزل. الإدارة الذاتية التابعة لقسد تعلن فرض حظر كلي دون استثناءات في مناطق سيطرتها بعين العرب وناحية عين عيسى شمال سوريا لمدة 10 أيام اعتبارا من اليوم السبت للحد من انتشار فيروس كورونا. وارتفاع حصيلة قتل التفجير الذي استهدف مسجدا أثناء صلاة الجمعة في ولاية قندهار جنوبية أفغانستان إلى 62 شخصاً.